السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم من قناتكم التعليمية تعلم وسعد، ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية تحت عنوان لبخنون بيرسونال سوجي أو الضمائر الشخصية التي تنوب عن الفاعل. سنتطرق خلال هذا الدرس إلى أشكال الضمائر الشخصية واستعمالاتها المختلفة. وهذه الضمائر الشخصية تسمى أيضا لبخنون دو كونجيغاتو للاعتماد عليها في تصريف الأفعال. وكتعريف لها نقول أنها عبارة عن كلمات تنوب عن الأسماء أو المجموعة الإسمية وتوجد بالقرب من الفعل، كما أن هذه الضمائر دائما تقوم مقام الفاعل في الجملة. ويمكن التمييز بين ثلاث ضمائر في المفرد سينغولي، وهما جو وتو ثم إيل أل أون. ويسمى الضمير الشخصي جو لا بروميير بيرسون دي سينغولي لأنه يمثل المتكلم المفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا، ويسمى تو لا دوزيام بيرسون دي سينغولي وهو يمثل المخاطب المفرد مذكرا أو مؤنثا، وتسمى إيل أو أل أو أون لا تروازيام بيرسون دي سينغولي لأنهم يمثلون الغائب المفرد. ويرمز الضمير إيل إلى الغائب المذكر المفرد وآل إلى الغائب المؤنث المفرد. أما الضمير أون فهو يقوم مقام إيل وآل عندما يكون الفاعل غير محدد. أما عن الثلاثة الضمائر التي تمثل الجمع نجد الضمير نو ونرمز له ب la première personne du pluriel وهو يمثل المتكلم الجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا. والضمير الشخصي vous نرمز له ب la deuxième personne du pluriel وهو يمثل المخاطب الجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وأخيرا نجد ضمائر il و elle التي تمثل الغائب في صيغة الجمع. il avec s تمثل الغائب الجمع المذكر وآل avec s تمثل الغائب المؤنث في صيغة الجمع. وعن استعمالات هذه الضمائر الشخصية يمكن القول أن الضمير je يشير إلى المتكلم، ويمكن حذف الحرف e الصوتي عند التقاء الضمير مع فعل يبتدئ بحرف صوتي أو h الصامت. في هذا المثال je travaille أعمل، هنا الضمير je غير مدغم لأن الفعل لا يبتدئ هنا بحرف صوتي أو حرف H الصامت. أما في المثال الثاني جيكوت لا غاديو أستمع إلى المذياع، فهنا الضمير جو أدغم لأن الفعل إيكوتي يبتدئ بحرف صوتي وهو أ. وفي المثال الثالث جيزيت أتردد، كذلك الضمير جو أدغم لأن الفعل إيزيتي يبتدئ بحرف H الصامت. وأما الضمير تو فإنه يشير إلى الشخص المخاطب كما في هذا المثال تو إكري بيان تكتب جيدا، هنا نخاطب شخصا مذكرا أو مؤنثا. أما الضمائر إيل وآل فيعوضان الغائب المذكر بالنسبة للضمير إيل والغائب المؤنث بالنسبة للضمير آل، مثل إيل غوغارد لا تيلي يشاهد التلفاز، هنا الضمير إيل يعوض الغائب المذكر المفرد. وفي المثال الثاني إيل رانج لا شامبر ترتب الغرفة، الضمير آل يعوض الغائب المفرد المؤنث. أما عن الضمير أون فهو ضمير غير محدد، أي لا يمثل فاعلا محددا، كما نجد في هذا المثال هنا غونجي لا شامبر رتبت الغرفة ولكن لا ندري من رتبها. وفي المحادثة نستعمل هذا الضمير وهو أون مكان الضمير نو كما في هذا المثال أحمد إموا أون ترافاي أنسامبل، هنا الضمير يأتي بمعنى نحن، كما أن الفعل الذي يأتي بعد الضمير أون يصرف على تروازيام بيرسون دي سينغولي يعني في الغائب المفرد، مثل مع الضمير إيل أو آل كما في هذا المثال أون فوا لي كاليتي دو لوان إي لي ديفو دو بخي، نرى المحاسن من بعيد والمساوئ من قريب. وهنا يستعمل الضمير أون للتعبير عن فكرة عامة تخص الجميع.
يجب الانتباه إلى استعمال ضمير نو لأنه يمكن أن ينوب عن دمج ضميرين أو أكثر. في المثال الأول يمكن أن ينوب عن دمج الضمير جو وتو كما في هذا المثال موا إطوا موا يمثل الضمير جو وطوا تمثل الضمير تو موا إطوا نجوو لبخوميي أنا وأنت نلعب أولا. ويمكن أيضا ضمير نو أن ينوب عن دمج ضميرين جو وإيل كما في هذا المثال أحمد إموا نزابيتون دون لا ميم فيل أنا وأحمد نسكن في نفس المدينة. هنا أحمد يمثل الضمير إيل وموا يمثل الضمير جو. ويمكن أيضا للضمير نو أن ينوب عن دمج للضمير جو وتو وإيل أو إل كما في هذا المثال موا توا إغاشيد نتخابيون أنسامبل أنا أنت ورشيد نعمل معا. هنا موا ينوب عن الضمير جو توا ينوب عن الضمير تو ورشيد ينوب عن الضمير إيل. أما إذا دمجنا الضميرين جو وإل كما في هذا المثال موا إي ما فامي نو بارتون أون فواياج أنا وعائلتي نذهب للسفر. هنا موا ينوب عن الضمير جو وما فامي تنوب عن الضمير إل. أما عن الضمير فو فيمكن أن ينوب عن دمج الضميرين تو وإيل كما نرى في هذا المثال نبيل إطوا فوزابيتي بخيدو ليكول أنت ونبيل تسكنان قرب المدرسة. هنا نبيل يعوض الضمير إيل وطوا يعوض الضمير تو. ومن استعمالات الضمير فو أيضا فيمكن أن نستعمله في صيغة المفرد عندما يكون الشخص المخاطب إما أكبر منا سنا أو ذا مكانة اجتماعية عالية. نقول في هذا المثال vous êtes monsieur le bienvenu مرحبا بكم سيدي. هنا المخاطب هو شخص واحد ولكن نخاطبه بالضمير فو للاحترام. وتعوض الضمائر الشخصية إيل وآل المجموعة الإسمية في صيغة الجمع فنستعمل إيل مع أس كما في هذا المثال نبيل سميغا إجمال سون فنو إيرزا فيلير فاتيغي نبيل سميرا وجمال أتوا ويبدو عليهم التعب. هنا نلاحظ أن رغم وجود أنثى في المجموعة فإننا استعملنا إيل التي تستعمل في الجمع المذكر ولم نستعمل آل التي تستعمل في الجمع المؤنث. وهذا لأن في اللغة الفرنسية نغلب دائما جانب التذكير على التأنيث في هذه الحالة. أما إذا كان الفاعل في صيغة الجمع المؤنث فإننا نستعمل آل مع أس كما في هذا المثال فاطمة أمل إسلمة ont de bons résultats scolaires car ils travaillent bien en classe. فاطمة أمل وسلمة حصلوا على نتائج دراسية جيدة لأنهن يعملن جيدا داخل القسم. هنا استعمل الضمير آل لأن الفاعل عبارة عن جمع مؤنث. الضمائر الشخصية غالبا ما تقع قبل الفعل مثل هنا نزالون أليكول نذهب إلى المدرسة. هنا الضمير نو أتى قبل الفعل وكذلك هنا جيكوت لغاديو أستمع إلى الميديا. الضمير الشخصي جو أتى قبل الفعل ولكن أضغم لأن الفعل هنا يبتدئ بحرف صوتي أ. ولكن في بعض الأحيان يجب وضع الضمير الشخصي بعد الفعل مثل عند السؤال في هذا المثال parlez-vous français هل تتكلمون اللغة الفرنسية. هنا الضمير فو أتى بعد الفعل لبيان السؤال وكذلك بعد تصريح أو قولة كما في هذا المثال جيكوت لا راديو ديتيل. هنا في القولة نجد أن الضمير المستعمل هو الضمير جو. في هذا المثال استعمل الضمير بعد الفعل دير لأن هنا نقل القول مباشرة على لسان القائل. وللمزيد من الفهم نقوم ببعض الأنشطة. النشاط الأول السؤال يقول سل بأسهم كل ضمير شخصي بترتيب أشخاص المناسب له. في الجملة الأولى جابيت أو دوزيام إيطاج الضمير الشخصي هو جو ويمثل لا بروميير بيرسون دو سانغوي. أما في الجملة الثانية vous écrivez bien تكتبون جيدا الضمير الشخصي هنا هو فو ويمثل لا دوزيام بيرسون دو بلوريال.
وفي الجملة الثالثة تينوسيس دو بافاردي لا تتوقف عن الطرطرة. هنا الضمير الشخصي هو تي ويمثل لا دوزيام بيرسون دي سينغولير. إذا نربط بلا دوزيام بيرسون دي سينغولير. الجملة الرابعة nous avons fini notre travail. لقد أنهينا عملنا. هنا الضمير الشخصي هو نو ويمثل لا بريمير بيرسون دي بلوريال. وفي هذه الجملة il range sa chambre, ترتب غرفتها. هنا elle تمثل la troisième personne du singulier. وفي الجملة الأخيرة ils seront là dans 20 minutes, سيكونون هنا بعد 20 دقيقة. هنا الضمير الشخصي هو il في الجمع وهو يمثل la troisième personne du pluriel. وفي النشاط الثاني المطلوب منا هو تحديد جنس وعدد الضمير الشخصي ويجب إحاطته بخط الجواب الصحيح. في الجملة الأولى ils sont contents de leur réussite, هن فرحانات بنجاحهم. الضمير الشخصي هنا ال هو يمثل المؤنث الجمع فيمينا بلوريال. يجب إحاطة هذا الاختيار فيمينا بلوريال. أما في الجملة الثانية il accompagne son fils chez le médecin, يرافق ابنه عند الطبيب. الضمير الشخصي هو il ويمثل المذكر المفرد. إذن الاختيار الصحيح هو le masculin singulier. أما في الجملة الأخيرة il range bien sa chambre, الضمير الشخصي هو elle وهو يمثل المؤنث المفرد. إذن الاختيار الصحيح هو le féminin singulier. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى درس قادم إن شاء الله.